السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يكون شات جي بي تي مش مفتوح عندك، فانت محتاج ان انت تتحايل عليه. دي من ضمن طرق التحايل ان انت بتتكلم مع الواتساب او التليجرام، بتكتب السؤال، هو ربطه بشات جي بي تي فبياخد السؤال في جزء من الثانية يبعته ويجي لك الاجابة. تمام، على سبيل المثال ده الرقم هو هظهره لكم بحيث لو حد عايز يبعت له، وهسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. انا مثلا ده اهو بعت له ما هي افضل لغات البرمجه، بدا ان هو يتكلم لي ويبدا يقول لي مثلا في جافا سكريبت وبي اتش بي وبايثون وهكذا. لو انا عايز اعمل موقع انترنت فبدا يقول لي اتش تي ام ال وسي اس اس وهكذا. ما مزايا البايثون، جاب لي المزايا بتاعه البايثون بشكل حلو قوي، افضل لغات البرمجه الاطفال. فانا بعمل دردشه معاه كانه شات جي بي تي، بيخش ثواني ويجاوب. تمام، في حد بعت له سؤال استخدام البيم في مصدرات الاخلاء وانتشار الدخان، بعته راح مجاوب، عايز مصادر اجنبيه راح مديني مصادر اجنبيه والامثله هيت. في حد بعت لي سؤال عن ليد جي اي وانا مش فاضي اكتب، انا عارفها بس مش عارف، خليته هو يكتبها لي. ده يعني ازاي نسجل جامعه في مصر. تمام، دي كنت بجرب حاجه كده، هل هو ممكن يفتي ولا لا لو ما عرفش الاجابه. طيب، عايز برنامج يحول صور، اكتب شعر، بدا يكتبهم لي. كنت سايق فبقيت اكتب له بالصوت، يعني بدوس هنا هو يحول صوت للكلام ويبعت الكلام لشات جي بي تي ويجيب لي الاجابه في جزء من الثانيه. كنت بساله عن حيث المساحه عشان بقارن بين مساحه روسيا 17 مليون كيلومتر مربع ومساحه الدوله العثمانيه وهكذا يعني. فبتلاقي الموضوع لذيذ ده، ان انت بقى مش بتفتح صفحه، انت بتفتح الواتساب اللي كنا فاتحينه. طيب، في مثلا موقع اسمه بادي جي بي تي، ده سهل جدا، دردشه كود ذكاء اصطناعي، ومستو ان هو مجاني وبيقدر يوصل ممكن بالصوت، يعني تسجل صوت ويبدا يفهم صوت ويكلمك عليه. وكمان في نسخه تليجرام، لو دخلت هنا على التليجرام تبدا تقول له ستارت وتبدا تدي له اي سؤال وهو يبدا يجاوب عليه. تمام، فجاب لي الاجابه. ممكن تقول له انا عايز الحاجات التكنولوجيا وهكذا. طيب، في برضو موقع تاني، هم كلهم قريبين بعض لان هي نفس الفكره، في روبرت دافنشي. تمام، بتقول له انا عايز اشتغل على التليجرام او عايز اشتغل على واتساب، وتبدا ان انت تعمل الشات معاه، تبعت رساله نصيه ويبدا يجاوب. طيب، خلينا نقول له مثلا اهوت. في برضو موقع اسمه اللي هو ويز اي اي، هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو بشرح كل واحده فيهم. طيب، هنا اسك جيني، ده الجيني بتاع الواتساب، فمجرد تدوس ويبدا يفتح لك الواتساب بتاعك. ده شنموز اي اي، هجرب الذكاء الاصطناعي وانشاء الصور. تقدر تقول مثلا اعمل لي صوره معينه تساعدك في ان هو يدور في جوجل صوره الوصول. ده برضه نفس الفكره، الموبايل جي بي تي. وات جي بي تي، في ان انت تعمل كرييت للصور. انا هفتحهم عندي كلهم في الواتساب والتليجرام بحس بتبقى اسهل. اقول له اوبن واتساب. لو تعرف موقع تاني يا ريت تكتب لي في التعليقات.